اهلا بكل مشاهدينا من جديد. احنا حاسين ان فعلا في ارتفاع في درجات الحراره بقالنا كام يوم. خلينا نعرف راي هيئه الارصاد الجويه اللي بتتوقع ان الطقس النهارده يكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. الطقس كمان هيكون حار على السواحل الشماليه. بالليل الطقس هيكون معتدل الحراره على كافه الانحاء، وفي ارتفاع في نسب الرطوبه بالنهار، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. لتفاصيل أكتر بينضم لنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا ملاحظين انكم زودتم في بيان درجات الحرارة، في خانة كمان اضافت لدرجة الحرارة المحسوسة فعليا. احنا شايفين انها كمان بقت بتزيد درجتين. الاول كل التحيه ليكم على انكم يعني بتواكبوا الكلام والناس بتقول ايه، بتقول احنا حاسين بدرجه حراره اكتر، وانتم فعلا ابتديتوا تستجيبوا للنقطه دي وتوضحوها للناس اكتر، بس احنا عايزين بقى نعرف ليه احنا حاسين بارتفاع عن الدرجات اللي احنا بنقولها. بالفعل يمكن هو مهم جدا خلال هذه الايام مع ارتفاع نسب الرطوبه الكبير، درجه الحراره المحسوسه اللي المواطن بيحسها في الشارع تبقى موجوده في النشرات، لان احنا دايما بنقول درجه الحراره المقاسه في الظل، ودي طبعا تحت معايير معينه وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه. فدرجه الحراره المقاسه في الظل كلنا ما بنشعرش بيها، لان احنا دايما موجود في نسب رطوبه عاليه، في تعرض مباشر لاشعه الشمس، فدايما المواطن بيقول لا، القيم اللي انتوا بتقولوها مش دي اللي احنا بنحسها في الشارع. فهم جدا مع ارتفاع نسب الرطوبه يبقى دايما موجود في النشرات درجه الحراره المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه، بالاضافه كمان لو انا موجود في الشارع ممكن احس بقيم درجات حراره اعلى من درجه الحراره اللي موجوده او درجه الحراره المحسوسه اللي موجوده في النشره. احنا خلال هذه الايام بنتاثر طبعا بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي خلال فصل الصيف دايما مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط بتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه الكبير خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، بالاضافه كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وفي ارتفاع في درجات الحراره. متوسط درجات الحراره بتتراوح ما بين 36 درجه مئويه على القاهره الكبرى. الاجواء خلال فترات النهار اجواء شديده الحراره خلال فترات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، فيما عدا السواحل الشماليه الاجواء بتكون اجواء حاره رطبه على السواحل الشماليه خلال فترات النهار. ايضا خلال فترات الليل الاجواء معتدله، لكن هي معتدله بارتفاع كمان في نسب الرطوبه، فاحنا بدانا نحس بنسب الرطوبه خلال فترات الليل بشكل كبير، خاصه ان نشاط الرياح هو نشاط رياح نسبي، ما مش هيساعد على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، لا هيخلينا نحس بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو. بالاضافه كمان بتتكون شبوره مائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكنها شبوره مائيه خفيفه الحمد لله ما بتاثرش على حركه المرور، تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن نخلي بالنا منها برضو من وجود الشبوره المائيه في الساعات المتاخره من الليل حتى الصباح الباكر. الاجواء دي مستمره معانا ان شاء الله لحد بدايه الاسبوع المقبل، يعني مكمله معانا اليوم الاحد والاثنين القادمين. الاجواء هتكون اجواء يعني شديده الحراره. احنا هنتكلم عن تفاصيل العيد على مدار الايام الجايه دكتوره منار، لكن اجمالا احنا بنقول ان ارتفاع نسبه الرطوبه هي السبب في الاحساس بالحر الشديد اللي احنا حاسين بيه. الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، كل الشكر لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف المدن والمحافظات، ونبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 36 والصغرى 25، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-24، سيوة 37-23، بورسعيد 31-24، دمياط 30-24، الإسماعيلية 36-24، والسويس 36-24 أيضاً. العريش العظمى فيها 33 والصغرى 24، طابة 36-24، كاترين 31-17، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 38-28، الفيوم 36-25، بني سويف 37-25، والمنيا 38-24. أسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 24، سوهاج 39-25، قنا 39-25 أيضا، الأقصر 40-26، أسوان 41-27، الوادي الجديد 40-26، شلاتين 37-25، أما حلايب العظمى فيها 35 والصغرى
26. وبكده مشاهدينا نكون قدمنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة النهاردة في مختلف مدن ومحافظات مصر. نرجع على طول لعبد الصمد وهدير نكمل معهم فقراتنا. اتفضل. شكرا لك يا منى، وشكرا موصول لدكتورة منار ايضا.